وانا عايز افسي. طب ما فسي براحتك، ايه اللي يمنعك؟ اول ما بطنك يسرك انتفاخ جايز عيش حياتك، ما تخليش نفسك تتعب. يعني انا مش عارف انا ليه بقول لك الكلام ده، ليه بقول لك الكلام ده؟ صلى على النبي. بتكلم معاك في المواضيع دي ليه؟ عشان انت لما تبعت تجيب لكل عيل من عيالك بدنجانه الايد الكبيره دي، ابنك هيبقى فرحان بيك وسعيد قوي. ابويا فاكرني، ابويا حبيبي جاب لي بدنجانه. ما تجيبش بدنجان الطويل ده، انا عايز بدنجان. يا استاذ محمد انا شغال يا جماعه. يا باشا انا اسف يا جماعه. في ايه يا ولاد؟ انا اسف يا ولاد. ما تخلوش الموضوع يفلت من ايدي يروح في ايد الثانيه. ما يصحش كده يا جماعه. انا ليه اقول لكم الكلام ده؟ يعني الاستاذ سامر حجاج مثلا، ليه كده يا تامر؟ ليه يا تامر بتكسر في خاطري كده يا حبيبي؟ انا عايز اقول للاستاذ تامر لازم نتكاتف مع بعض، لازم نتكاتف يا تامر. تامر وهيثم وشيرين وهناء وكل العيال الخنافس دي تقف على جنب، تتكاتف في جنب، ومحمد وسيد وابراهيم وعلاء يتكاتفوا في النص، وهالة بقى وسعديه ويعني والكلام ده يقف في حته تاني، ونقف كلنا نبص لبعض نبرق، نبدا نقول ثانكيو. تعمل كده ثانكيو 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 بيلي ماتش في السيلي ميلي اني 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 السيلي ميلي السيلي ميلي في كنز البندل يا مو ام. تعمل كده لما تعمل كده عم تفوق، تفوق من اللي انت بتقوله. اخوه ايوه اخويا اسمه عبد الرحيم وخميس وسيد وعلوية واختي وكل الناس اللي في البلد كلهم اخواتي وحبايبي، وانا بهزر معاكم طبعا. ما انا بس اهم حاجه انا دلوقتي اصل انا عايز اقول لكم حاجه. انا عايش لكم دلوقتي يا استاذ محمد، انا عايش لكم دلوقتي. ما اعرفش ايه اللي هيحصل بكره، فانا لما انصحكم دلوقتي نصيحه ما تاخدهاش مني بسخريه. ده انت هتموتنا كلنا وانت رئيس لسه عايش. يا استاذ انا عايز كل همي كل همي ان انت تجيب كيلو بتنجان وتحط عليه طحينه وتهرسه ويبقى اسمه يبقى اسمه ايه؟ ايوه الملحن تامر حجاج ده صاحبي. سيبه يقول. لا مش سيبه يقول. لا والنبي ما تقوليش حاجه، ده صاحبي ومصحف. ده تامر حجاج ده اللي بيقول بحبك يا صاحبي، ده بيهزر معايا. واللي بيضحك ده عم حسين. وكل الناس اللي في اللعب موجودين دول اخواتي كلهم. نعم اخويا؟ انت طب انا على اذنك يا جماعه، في واحد عندي هنا بيقول لي انت يا عصام انت دمرت. ليه يا ابني انا ببيع بومبانجو؟ دمرت سيرتي بقى عشان انت في اللايف عندي، عشان كده انا هطردك. استناني بس، اوعى اوعى تقلق، اوعى تتحرك. دمرت خرب بيت ابوك. صباح الفل. ثانكيو ثانكيو فيري ماتش. في الغنى طلع في الصوره. فاحنا يا جماعه لازم نتكاتف مع بعض كلنا، حبيب قلبي يا كويتي. الملحن تامر حجاج
حبيب قلبي، ده انت بقيت دايم وانا معرفش انت بتشتري الواد ده منين، ولا بتروح تسرقه طول الليل ولا ايه؟ تامر اخويا وحبيب قلبي اللي النهارده مشرفني كويتي، عم حسين. عم حسين بحبك يا كويتي وبحب قعدتك، بحبك يا كويتي وبحب قعدتك. انت عم حسين الدنيا حبيتك. سيبوا 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 سيبوا.